ما يحفظ الإنسان. أنت إذا ودعت الصدقة عند الله استودع الله كل شيء تحبه. الله أكبر. الله عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميدة السوء. فأي فضل أعظم من أن الإنسان يتقي مصارع السوء، ما يأتيه من ذنوب يكفر، يقبل على الله والله راض عنه. في ظلمة القبور تأتي الصدقة تذهب عنه حر القبر. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الله سبحانه وتعالى قل: وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والعجيب أن الله عز وجل يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الآن احنا قلنا تذكر نتكلمنا وصفة من صفات المتقين انهم مبادرين بالإنفاق. الإنفاق. ايه.